@@@@موسيقى مساء الخير مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا على قناه راديو كيبيك بلوس حصه جديده تجيكم من هذا الاستوديو على المباشر على لا فيسبوك كما عودناكم هذه ليميسيون تبث على المباشر وان شاء الله راح في القريب يعني في القريب العاجل راح نقول لكم يعني على طرق اخرى باش تقدروا تزيدوا تشاهدونا اكثر واكثر هذا للترويج يعني ل... يعني كما نقولوا لا ديفيزيون de la radio Québec Plus que soit l'émission Mag Plus que soit l'émission État ou la que soit des futures émissions en donc tout le monde en attendant Madame que Marc sur Facebook vous invite de cliquer ou j'aime ou de partager ou la page حاجه مليحه لينا يعني وحاجه مليحه لكم انتم بما انه حنايا هذه الخدمه رانا نقدموها بالمجان وليكيب كامل يعني اللي راه هنايا سي دي بينيفول يعني راهم كما نقولوا حنايا خلاو وقتهم وخلاو وليداتهم جاءوا باش جاوا قدروا يحضروا معنا يديروا معنا لي زيميسيون هادوما دونك euh, اقل حاجه انه euh, يعني كيما يقولوا حنايا يقول لونكوراجمون لونكوراجمون يكون جوستومون بال بالعقل بالجام يعني لو كليك هذاك تاع لو جام اي بيان سور لو بارتاج السمانه هذه راح تكون شويه ليميسيون راح تكون شويه شورت يعني راح تكون شويه مختصره لانه كاين غير كرونيكر واحد معايا هو فاروق راحم بيان حاضر معنا مالغري يعني راهو شويه مريض ربي يشفيه ان شاء الله مي لكن ابى يحضر معنا جمال لانه عنده مناسبه يعني عائليه يعني بالبركه عليه كلش مبروك عليه دونك راهو راهو حاصل كما نقولوا حنايا ربي ربي يسهل ان شاء الله وربي يكمل ان شاء الله دونك حنا ما نلوموش من السمانه الجايه ان شاء الله راح يجي معنا راح يهضر معنا في ان آه كرونيك دونك مع فاروق فاروق اون آه فيت آه عقبنا كومام من بال سيزون يعني آه عام كامل حكينا على آه ليميغراسيون على براتيكمون يعني كلش يعني ستادير سيرتو البروسيسوس والبروسيس تاع ليميغراسيون والشيء اللي اللي تخلى عليه يعني شغل التجديدات هذيك les problèmes t'as pas aussi parce que si site euh, immigration au Québec ça l a l'eau des problèmes tout ça donc on a, on a essayé d'être à jour actualisé pour qu'on a un à les problèmes hadouk, camel. et بعد, on a surpassé hadouk, les problèmes et après on a réglé au, le site internet où nous met la information je veux le filouir qu'on a et tout qu'on ok maintenant la, la mission c'est n'est qu'une les monner sans délire le n'est c'est le fou qui étape par étape procédure par procédure qui fait chez t'as à le site ايفيكتيفمون فاروق يعني بذل جهد كبير باش درنا لي سلايد تو سا يعني تري مونتي يعني كيما يقولوا حنايا تري اكسبليسيت وين فيهم التوضيح يعني بكل دقه وبكل يعني وضوح حاجه اخرى اذا كان تحبوا ترجعوا لهم جوستومون اي سي لوكازيون احنا نقدروا نعطيكم هذه لوكازيون يعني صدر في لا بلاتفورم تاعنا راديو كيباك بلوس على الفيسبوك تقدروا تعاودوا تريفيزيوني وتوسكي لي, لي, لي زيميسيون هادو مع فاروق يعني لي بودكاست يعني برك واحد فاتته حاجه ولا نسا ولا بسكية ترو 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 ترو, ترو ديتاي هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اوسي الا كان عندكم اون كيستيون بيرتينونت ولا كو جوجي نتوما بلي لي بيرتينونت لا كيستيون لي اورجونت يا با بروبليم اكتبوا لنا اكتبوا لنا اجتماع على باج فيسبوك انا يعني واثق وقانع بلي ليكيب دريار اللي تو لي كومونتير و لي كومونتير لي جوجيهم بيرتينون سو اي سور بلي راح يجيبوهم هنايا الطاقم يعني تاع الاستوديو وراح نقراوهم على المباشر وفاروق اي فايسي دو ريبوندر يعني بالماكسيموم تاع لي زانفورماسيون اللي عنده دونك ما نطولش عليكم بيان سور راكم تسناو سارتينمون في في فاروق واش راح يجيب لنا جديد تسا دونك نبداو مع فاروق ونقول لك مساء الخير فاروق أه السلام عليكم خويا أه زين واش راك لاباس الحمد لله أه اليوم كما حكينا المره اللي فاتت كملنا درنا درنا عمرنا الملف أه لا ديفيرونس تاع المره اللي فاتت لا ديفيرونس تاع المره اللي فاتت مع المره هذه المره اللي فاتت كانت كي ديروا لا سوميسيون كان ضغط كبير على الموقع تاع الهجره سي بور سا صراو لي بروبلام كاين ناس سجلت ناس ما سجلتش مي الجديد تاع 2017 دي ما كاش هذه لا سوميسيون تسمى وزاره الهجره هي اللي حدير الانتقاء هي اللي تخير لي كونديدا لي بون كونديدا لي تحوس عليهم هذا هو الفرق ما بين لا بروسيدير اللي فاتت ومع لا بروسيدير جديدة هذه يعني, يعني, يعني ما كانش هذيك تاع بروميير ريفي بريمي سيرفي يعني ولا هو براس كيما الفيدرال يعني براس كيما الفيدرال ما نقول كيما الفيديرال باسكو وزاره الهجرات شمت هي اللي تخير باغ اكزومبل قال السنة نديرو كوطا باغ اكزومبل فيها 10000 10000 دي دوسي هذوك 10000 دوسي نختارو 300 انفيرمي 300 باغ اكزومبل ولا 1000 انفورماتيسيان المهم عندهم ليست تاع لي دومين لاريس لي دومين اللي <سؤال> عندهم <ممتاز> بليس دو بوان هما راح يكون عندهم الحظوظ اكثر ماشي كيما بكري تلقى واحد عنده باغ اكزومبل 70 نقطه ما لحقش باش يدير لا سوميسيون مي الاخر عنده 50 نقطه ودير لا سوميسيون فات سي كيفي هنا راح يكونوا شغل ظلموا هذوك الناس اللي عندهم اكثر من باغ اكزومبل 50 نقطه دونك واش بقى يعني بعد ما, ما عمروا لو سيت يعني بعد ما كملوا البيانات كل كيما تبعنا معك يعني حلقه بحلقه ايتاب بار ايتاب كاس كي راست افير فينالمون يعني بور بور هكذا بور ليميغراسيون اوكي خاطرك انا جيماجين يعني شحال من سمانه انت راك يعني كل كل نهار سبت راك تمد في في المعلومات جيماجين كو عندك في الجروب دوك لا باج يعني تلمو تكبر تاعك لا باج تاعك يعني تلمو تكبر على باش حتى ونوصل درك 48 48 الله يبارك يعني, يعني قريب 50 ميل خلاص لا باس الحمد لله دونك جيماجين 48 ميل بيرسون سي إن كو ميم سي سي نومبر مليح جيماجين كو كاين جماعه ما يستناوش يعني شغل راهم يخدموا معاك يعني اجور يعني شغل انت انت تشرح في الراديو كيباك بليس وهما راهم يديروا سير بلاصه يعني راهم يتفرجوا داير ميكرو اورديناتور واحد اخر ولا لابتوب راهو يدير اون باراليل بهكذا باش يقول لك ما تفوتني حتى شيء صح هادو دركا اون فوا فضت وخلاصت وكملوا كلش وسو يعني وسوف كارديو لي دوني وفهم هادو كل ما عليش نديروا لو فيلتر لو تري يا سيدي نخرجوا يا ربي حتى زوج ولا ثلاثه عندهم كلش التي يعني سي اف هذاك تاع فرونسي عندهم تاع فرونسي كومبلي 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 صدر السيد ما شوف ما بقى له والو يسنى غير في ليتاب سويفون سي كوا ليتاب سويفون بون قبل ما نفوتوا ليطاب سويفونت كاين واحد دو كيستيون يبوزوهم بزاف ديك المتابعين المتابعين تاع راديو كيباك بليس ولا في لاباج تاعي يقولوا لي فاروق اسكو اللي عنده آه ان كونت من قبل اسكو يعاود يكري ان كونت جديد بور 2017 ولا يكاردي لو كونت القديم نقول لكم باللي الجماعه اللي عندهم دي كونت ديجا يكاردو لي كونت القدم تاعهم تسمى يعاود يدير لا ميزاج يبقى غير يدير لا ميزاج ولا دير لا ميزاج ما عنده حتى حاجه ياجوتيها يبقى يستنى كيف كيف الميستر دي ميغراسيون اللي, اللي كيما نقولوا هي اللي تحدد لي كونديدا وكاين واحد اخرين يقولوا لي فاروق اسكو نفتحوا كونت دركا ولا نستناو حتى تفتح الكوطه تاع 2017 باش نقدروا نفتحوا لي كونت الجواب هو تقدروا تفتحوا لي كونت دي ماتنونك تبعوا الحلقه اللي فاتت ولا الحلقات اللي فاتوا في راديو كيباك بلس تلقاو كاع كيفاش عمرنا الفورميلا كيف درنا الانسكريبسيون وتبعوا هذوك الاخرين وانتم ثاني تبقاو تستناو في الاخر كاين بزاف ثاني بوزو لي دي كيسيون فاروق يقول لي ما عندي واحد يقولي ما عنديش باسبور واحد يقولي لي ما عنديش كذا واحد ما عنديش كذا معليش افتح ان كونت عمر باللي عندك ومن عن بعد اون سويت تقدر دير لا يعني اي حاجه جديده دير لا ايوا هادو يعني هادو يعني. يعني دو كيستيون اللي آه. كاينين آه. اوكي آه انا يعني نطلب من لا ريجي الا كان يسمعوا فيا يعني انه نروحوا يعني الفاصل هكذا باش نقدروا نخليو الجماعه يطيروا تري 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 بيان آه باش يوجدوا رواحهم وهذه واحد يوجد ورقه وستيلو مازال مازال يكتبوا ورقه وستيلو ما تقولوش باللي احسن وسيله احسن وسيله يعني انا هكذا انا ندير شيك ليست كما يقولوا ونكوشي سي يعني شغل رؤوس اقلام ايوا رؤوس واش يقول لهم هذوك الصغار هذوك الورقات الصغار هذوك البوستيكس بوسط هذوك هذوك الصغار ها. لهم ملاح يعني صادر يوتيل توجور واحد في البيرو تاعو وكما يقولوا اي حاجه يشوفها يعني فريمون اوتيل وبيرتينونت ويعني سافو لا بان انه واحد يرجع لها ينوطها ياخذ تكتا ويحسبها حاجه الكترونيك تروح تري سيتي ولا الاخر ما خلاص با يزيد ما يعني فرونشمون يعني في البيانات الالكترونيه اللي كاينين درك لا كونتيتي اللي كاينه بزاف صح أك اكت سوف كاردي بصح ما عندكش والله ميم با الوقت تعاود ترجع لهم وتنسى تنسى تل مو سوف تنسى انا على بالك انا نحكي لكم يعني هذه انيكدوت هكذا جوست يعني بور فو ديسترير انا كي تعجبني حاجه نكوبي لو ليان تاعها ونعاود نحطو في 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 الميساج فيسبوك تاعي انايا يعني تشفعليها. مش باش نشفع عليه يعني انا نبعث انا نبعث لي ايميل لروحي ولا تبعث ايميل لروحي نبعث ايميل لروحي فيه ليان ولا فيه وهكذاك يعني كما يقولوا رانا تفردينا صح شو يا تيل مود انفورماسيون يا تيل مود حوايج بزاف مي بصح اه انا جي تروفي اه توجور الحاجه اللي تكتبها في الورقه ستادير تكتبها في, في في ورقه صغيره هكذا وتلصقها قدامك في البيرو هذيك أيوة. ديما تولي تشفع عليها دائما صح تشفع عليها ديما وكان وكت... الخط على اليد يا اخي حكمه فيه <تكتبها> سبحان الله يقول لك باش تحفظ حاجه لازم تكتبها لازم تكتبها تكتبها وتنطقها باش تبقى <تبها> في دونك هذه هذه يبقى ان كونساي هكذا الى 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 تحبوا يعني فريمون وراح نقراو لي كومونتير جوستومون تاعكم الى تحبوا تبعثوا لنا لي كومونتير يا با بروبليم باسكو حنا اوني اون تران اون لايف على الفيسبوك راديو Québec Plus, tu Radio Québec Plus, sur Facebook, tu vas faire live, ou les Michel Kinman, ou yani, soumissionner sur la page, ram, uh, directement yani, l'événement live, yani, que nous sommes dira, déjà en direct. Euh, aussi, euh, je dois dire euh, bah, un petit coucou, justement, les, les, les noms arabophones, donc ceux et celles qui ne comprennent pas l'arabe, donc euh, si vous avez des questions, et que vous ne pouvez pas malheureusement comprendre ce qu'on dit parce que l'émission à caractère culturel de divertissement, elle est en arabe. En fait, on a une raison, en fait, quelque part. C'est pas parce qu'on veut pas parler français, mais on a une raison quelque part. C'est que notre but, un des buts de, de cette, cette émission et de la radio Québec Plus en général de, de, de la télévision, en fait, c'est de faire le rayonnement du Québec euh, dans d'autres langues. Donc, mis à part le français et l'anglais. Donc, c'est ça notre mission en fait. Donc, c'est faire rayonner tout ce qui est québécois, culturellement, économiquement, politiquement, faire rayonner tout ça à l'étranger, au Canada et à tout, partout, d'ailleurs, dans le monde. C'est pour ça que, donc, pas mal, pas mal de démissions de MAC, plus. On, on est en train de parler le jargon arabe. Mais, si vous jugez qu'il y a une question ou quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous vouliez euh, vraiment qu'on qu qu vous. Qu qu'on vous fait c'est à dire euh, j'ai pas trouvé le mot là mais excusez moi mais si, si vous voulez qu'on qu qu vous donne des explications pertinentes il n'y a pas de problème écrivez nous sur la page facebook radio québec plus et on est là justement pour vous on diffuse en live on va vous laisser un peu on va faire un petit jingle donc une petite aération euh, s'il le veut bien la régie donc euh, juste un petit euh, un petit un petit jingle voilà et on revient Radio Québec Plus Radio Québec Plus, un organisme indépendant et non lucratif. Une web-tv qui diffuse chaque samedi sur Facebook. Radio Québec Plus. D'une équipe de bénévoles dynamiques qui viennent de plusieurs horizons. Radio Québec Plus est une chaîne d'information et de divertissement totalement transparente. Radio Québec Plus se donne comme mission de valoriser tout ce qui est positif et faire rayonner le Québec au Canada et au monde. Radio Québec Plus parle en français pour tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Lindex. Radio Québec Plus, la radio qui vous regarde. Radio, Québec Plus. Radio. Voilà, merci à vous. Comme après donc une petite aération un Jiggle à Québec Plus, je remercie beaucoup l'équipe technique derrière, donc euh, à cheval, justement pour euh, faire le bon déroulement et la diffusion. Quel est des commentaires justement qu'ait a Doria Doria, donc on un bonjour de Strasbourg, donc une Strasbourgeoise. Je ne sais pas l'origine exacte de Doria Doria, mais en tout cas, on vous salue Doria. On vous dit coucou, bien sûr, et soyez toujours fidèle à notre émission. Radio Québec Plus et l'émission euh, Mag Plus. Donc, les... j'adore cette belle ville, Strasbourg. C'est une, une très 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 belle ville de, de, de France. Un peu euh, à, à l'allemand. Donc, euh, Strasbourg. Voilà. Euh, donc, ça, c'est un des commentaires. Et qui m'a comme. Donc, il y a taboué des commentaires. N'hésitez euh, pas. Il y a aussi un autre commentaire. Ok. D'accord. Donc, on, on va lire les commentaires euh, au fur et à mesure. مع فاروق كي نلقاو هكذا مبتت برش دونك فاروق نبداو نبداو دركا مع ليطاب جديده جديده باسكو عمرنا صاي أه. سيدي انا نستنى فيك انا متشوق انا باسكو ما حبيتش تقول لي دونك بقيت هكذا نقول غير الجماعه سمحوا لي اني نسعل شويه باسكو اشاك فوا نسعل أنا مريت شويه مي ليطاب سويفونت سي خلاص كي نعمروا الملف ومن بعد خلاص وزاره الهجره باغ خيرت هذاك خيرت الكونديدا لو بون كونديدا تبعت له في لا تاعو وين كريتو لا سيسيون تبعت لك ميساج تقول لك ادخل له دير لا سوميسيون وها شحال تخلص البيمون قلنا لي فري زادو بسي دولار 700 773 بلس 6 راه 779 ا بوبري ماشي حاجه كبيره تدخل دير سوميت كليكي على سوميت وتخلص تخلص لي فري تاع الاخرين يعطيك ترون جور باش دير البيمون كي تخلص يجيك لك كيزي ريسيبسيون تاع البايمون ومن بعد واحد دو موا ولا لاخر يجيك لك كيزي ريسيبسيون تاع الدوسي تاعك بلي الملف تاعك راهو قيد الانتظار وراك في قاعه الانتظار حتى هذه جديده ولا القديمه يعني هذه لا بروسيدور القديمه جديدة جديدة. هذه جديده مم. يعني وهذه سي اوفيسيال يعني في في <applause> لو سيت نتاعهم يعني تقعد دو موا يبعثوا لك لاكيوزي لك دي ريسيبسيون هكذا اه ما بالك تنقص بالك تنقص باسكو في البروسيدور القديمه هذوك اللي داروا لا سوميسيون ابري دو موا بعثوا لهم لاكيوزي دي ريسيبسيون تاع الدوسي تاعهم مي هما خلصوا بلا كارت كريدي كاين اللي خلص كاردو كريدي كاين اللي خلص اون لاين اللي باسكو كان هنا نخلصوا لهم <متحدث> الجماعه كاين نخلصوا باسكو كان لوبسيون باش تخلص اون لاين يعني ما تخلص اون لاين يعني سي انستونتاني هكذاك تقعد دو موا باش تجيك لاكوزي سي لا لا يجيك لاكيزي يعني نحكي على لاكيزي ريسيبسيون تاع الملف تاعك سي اوكي اه لو دوسي بس. اه <متحدث> اوكي <خلاص. بس> ماشي <متحدث> الخلاص باسكو حقهم البيمون شافوا الاخر كريدي كريتير واش عندك واش ما عندكش ومن بعد خلاص جاك مي لاكيزي تاع البيمون يجيك تم تم بلاك خلص وميرسي بور بيي ومن يعطيك ميم ان روسي دو بييمون باللي خلص. مي اسمح لي يعني اون اه كيستيون هكذا فاروق جاتني هكذا في, في في في, مخي كيس كي سباس مع واحد بلاك بلاك واحد يسمع فيا ولا واحده تسمع فيا تقول لي والله غير سي لوكا يعني هو شاك وشاك يعني الدوسي تاعو ماشي حاجه بصح ما لا رغم ذلك شغل دار نيه وخلص بعد هما يشوفوا باللي الدوسي ماهوش يعني فريمون ماشي دوسي تاع ايميغراسيون يعني كيفاش يصرى هنايا كيفاش يعني يرجعوه يرجعوا له دوسي يرجعوا له بزاف اللي يفهم باللي هذوك اللي فري زعما كيخلص ومن بعد ما قبلوش يرمبولسوا له هذوك اللي فري تما يخلصوا للخدامين اللي تريتو الدوسي يعني اللي فري دو تريتمون هذوك اللي غير تريتمو. مقبول راه رك... غير... <applause> كي نورم بورساب نورم بورساب نورم بورساب غير تسمى نقول كي يخرجوا من الكونت تاعك سي بون خلاص ما يعاودوش ما يرجعوا كي الدواء نورم بورساب هذاك الدواء اللي مكتوب فيه تيكات الحمراء نورم ايوا ايوه تيكات حمراء نورم بورساب Thank you.

ولكن هنا هنا يعني لي بينيفول الي راهم هنايا في موريال ويقدروا يعاونونا يعني الي الداخل في لا ريجي ولا كسوا حتى في لي يعني الي في الي بيزو فريمون دو دو بينيفول دو تيكنيسيان دي

فوالا الا كان الا كان تقدر تعطينا ان كومونتير جوستومون حنا قلنا كيما وعدناكم دونك نقراو لكم لي كومونتير اللي تبعتوهم كل هكذا باش ما نقصيو حتى واحد يعني ما عندناش الاقصاء ما كانش جوستومون هذه هدي... كيما يقولوا ستيت بوليتيك ستيت دو فيز عندنا حنايا يعني اي حاجه حاجه تفوت كنا مع فاروق قبل ما نعاودوا نرجعوا لفاروق يعني أه جوستومون باش يكمل لنا لي ديتاي باسكو انا بوزيت لو

بكري باغ اكزومبل تخلص وعندك حظوظ ما عندكش راك في الشك كيما قلت عندك دي بوان ناقصين ولا الاخر ولا ما قبلوكش ما يرمبوسولكش الدراهم اللي, اللي خلصتهم مي لا نوفيل بروسيدور تسمى دراهمك راهم في الفايده على راهم في الفايده باسكو ما ماش تخلص تدير الدوسي تاعك ومن بعد تخلص بعد تستنى المينستر ديميغراسيون يخيرو لا المينستر ديميغراسيون كي تفتح الدوسي تاعك يلقاو الملف تاعك بيان فيه لي بوان بيان عندك حظوظ وفيرة كما يقولوا يقولوا لك دير لا سوميسيون وخلص تسمى كي تخلص ماش تخلص على الباطل دراهمك ما راحوش كما يقولوا هدر كما يقولوا عندهم مرام في الفايده سي بور سا المرحله الجايه كي لك الاوكي باش دير لا سوميسيون تخلص يجيك لا كيزي دريسيبسيون تاع البايمون ابري لا كيزي تاع البايمون يجيك لا كيزي دريسيبسيون تاع الدوسي تاعك باللي خلاص راه مقبول كذا من حتى يعيطوا لك اونسويت <applause> تجي الجايه اللي هو يقولولك لك بعث الملف انا دو بريفيرونس راني وريت لكم واش وين تكليكو باش تشوفوا الملف المطلوب من دركا وجدوا لي لي فوتوكوبي تاع لي ديبلوم لي تراديكسيون وين كاين لو كاشي وي اي حاجه مكتوبه بلغه غير الفرنسيه غير لاتينية ديروا لها الترجمه وين كاين لي كاشي اون عرب وين كاين ان تيتر اون اراب ديروا الترجمه تاع الملفات تاعكم وجدوا لي زيكس ريت نيسونس اوف فرونسي وجدوا لي باسبور بيومتريك وجدوا كاع لي بابي ماشي حتى الدقيقه التاليه تبداو تجرو باسكو راح يعطيكم مهله تاع 30 يوم ولا ما نعرفش المهم مينيموم 30 يوم ماكسيموم ثلاثة اشهر 90 يوم باش تدفعوا الملف تاعكم ماشي زعما تخلصوا ومن في الدقيقه التاليه ورقه تجريكم على جال الورقه يرفضوا الملف تاعكم والدراهم هذوك يروحوا كما نقولوا خساره كما يقولوا هذه المرحله الثانيه المرحله الثالثه هم يديروا لا فيريفيكاسيون تسمع عليه يقولوا لكم بعثوا الملفات باش يديروا لا فيريفيكاسيون تاعي باريزون في, في الكونت تاعك عمرت بلي عندك انجينير في الانفورماتيك كي بروب اللي عندك الانجينير في الانفورماتيك سي كيفاه لازم تبعث لهم فوتوكوبي تاع ليغاليزي تاع الدبلوم وتبعث لهم التراديكسيون بعد هما يفيريفيو اسكو سي اوكي ماكش مزور الوثائق ولا ماكش مزور 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 الملفات تاعك كي قبلوا الاخر تاعك اوكي ثم تجي لا ميزاجور باغ اكزومبل طولوا باغ اكزومبل تروا مش عارف انا عامين ولا ثلاث سنين موليدين ان شاء الله ينقصوا ماحش يكونوا كيما بكري باسكو داير هذه حبيت نبوزي لكم كيستيون شحال اكزاكتومون كي قالوا ينقصوا مي ينقصوا بشحال بشهرين ثلاث شهور ينقصوا بزاف باسكو بكري كانت باباراس كانت كما نقولوا كل شيء ورق وثائق شغل تبعت دوسي ايماجيني هذاك لاجون ديميغراسيون دي يجي واحد ال... مش عارف انا دي ميلي دي ميلي تاع الدوسي يفتح البريه يقرا الملف شعر عنده لادات دات نيسونس وكذا من يبدا هو ينقط كيف في تعب تعب كبير ايماجيني تاع ملف على يطولوا باسكو كاين بزاف ملفات ويدرسوهم وحده بوحده وكاين كما نقولوا 50% من ذوك الملفات ماشي مقبوله واي واحد كان يبعث بار بوست يبعث يبعث, يبعث. مي دركا راه سيليكسيون انت راح تعمر الملف تاعك سير انترنت تسمى انت تحسب في لي بوان روحك تسمى تنقص لهم تاع تاع لو كونت تاع لي بوان تاع كما نقولوا لا دو سانتيز تسمى انت كي في البيسي كي دير دي بلون فلاني خلاص راهي درت لاج راهي تنقطت درت مزوج تنقطت عندك اون فامي في, في الكندا تنقطت كل حاجه, sí, حاجة تنقط سير بلاس واش هنا هو كي تلحق داله تاع الميستر دي ميغراسيون يجيبوا يجبدوا من لا باز دو دوني تاع واش عمرو الناس ويدخلها في لا باز دو دوني باغ اكزومبل انايا ان اجون ندخل مش عارف انايا

2017, le ministère d'immigration l'immigration est très triernes, c'est-à-dire la grande différence entre 2016-2017. et Donc, où amours d'hanesh? Il y a un filtre sur le terrain parce qu'on a quasiment je Il nous dit est-ce que la liste des domaines est changé? Parce que les domaines de formation, par exemple, médecin, en 2016, on 0 points. Est-ce qu'on a des hausses? Quasiment zéro. Il pose la question, par exemple, un ingénieur, ce qui a points. Est-ce que 2017, il part tous les zéro points, l'axe? باسكو شغل بقاو خايفين مي هذيك شغل ما نقدرش انا نجاوبها باسكو هذيك شغله هذه يعني احصائيات تاعهم هما يعني هما اللي عندهم احتياجات تاعهم ان شاء الله انتم ديروا ماكم خاسرين والو باسكو ما راحش تخلصوا كي تكريوا لا سياسيون كري لا سياسيون الاختبار بي هذيك الاختبار هذيك كاين ف... واحد مسكين كما يقولون ندعوا ان شاء الله هي الناس يدعوا له بالراحه الرحمه كان الزوجه تاعو هي اللي كانت برانسيبال وتوفات غير عندها إنسان سيمان ملي توفات الزوج تاعو قال لي فاروق خلاص هذا تجوز لا فيزيت ميديكال ومرته هي لا 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 هي هي لا ريكيرونت برينسيبال وتوفات وتوفات ثم الزوجه تاعو توفات لا ريكيرونت برينسيبال حصل شغل اسكو شغل هذا ما كاتب عنده الولاد عنده الولاد عنده الولاد, الولاد. انت تعرفه يعني شخصيا نعرفه شخصيا يعني يعني. وخلاص وفرحان وفاروق ودبر لي ابارتيوم وكذا في الدقيقه التاليه توفات مرته هي لا ريكيرونت برينسيبال سيكي في هذا كندا مكاتب تاع ربي كما يقولوا ما واحد ما يقطعش ليا لا الاخر توكل على ربي اكتبها لك ربي ان شاء الله تجي واحد يعني يبعث شهاده الوفاه تاع مرته انا قلت له كونتاكتي باسكو على درك الملف تاعو ابري لا فيزيت ميديكال الملف تاعو يولي في باريس سي فري كا بارتيكولي كابارتيكولي شويه هذا شغل ثم الدقيقه الثانيه جوزو <applause> لا فيزيت ميديكال يعني شكرا ميديكال. في حياتي جامي سمعت بحكايه كيما هذه يعني سورتو لو ريكوري برانسيبال يعني كون جات بالك كل جا كل جا هو ريكيرون برانسيبال بالك نورمال معليش نجي ايه بصح هذاك شغل كا اكسيبسيون هذا الصباح كاع ندعو الناس ان شاء الله يروحوا الله. الزوجه تاعو برحمه كاين دكتور كومونتير كاين خليل نسيت اسمه الكامل لكن خليل قال لي قال لي بدل لا شوميز كاع حتى مشكل خليل انا حنا دي بينيفول الا تحب تطوع عندنا يا خويا كش ما عندك هكذا شوف نعطيك لاطاي اس إذا كنت <applause> تحب تطوعنا ماكا حتى مشكل وبدل بكل فرح يا با بروبليم. مي ان شاء الله جو كونت جوستمون في فيتير اون فا اون فا ان شاء الله راح نخمو في حوايج بزاف 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 باسكو اون ترا داميليور دي جور اون جور لي ميسيون ماك بلوس اي لا راديو كيباك بلوس والله عندنا بوكو دو كونترانت صدقونا يعني في الاريار بلون كاين بوكو دو كونترانت اون سايرا

دونك هذه آه ريبوندر ان في خارج خارج الموضوع مي ان شاء الله راح نديروا حصص سي قلت لك فاروق انت عندك بزاف خدمه يعني تشوفوا باللي كاين دوتر كيستيون يعني بالك أطور دو ليميغراسيون لكن يعني ما هومش خاصين يعني ديريكتومون بالدوسي تاع ليميغراسيون. جوستومون باسكو كاين دي بو من من و... أنا... دي كيسيون شغل منه ومن ماشي غير الدوسي باسكو انا انا كبشت فيك يعني ما... باسكو ليميغراسيون ماشي غير الدوسي ملف كيف كاين الناس قبل ما يجوا أشكون المعيشه تما مليحه ماشي مليحه كيف ندير كيف دونك ولا هي ولا هو كيف نربي ولادي كيف ندير هذو ان شاء الله نخصو لهم حصه بس كل الحصه الجايه نحن راح نحكي على الدوسي فيديرال الجماعه اللي خلاص راهم في المرحلة تاع الفيديرال كيف يعمروا الدوسي فيديرال لي فورميلار وكيف يبعثوا موراها ان شاء الله راح نكون ان شاء الله كما نقولوا نديروا كيسيون ريبونس اللي يمجال الاسئله ويبعثوا هما ثاني الاسئله على المباشر هكذا ونجاوبوا ديريكتومون على الاسئله تكون شغل اخذوا شغل نجاوبوا كاع الاسئله فوالا <applause> نعاودوا نرجعوا دونك نرجعوا ل فوالا هذه لا كيستيون ان شاء الله دونك باش راح من... آه نجاوبوا عليها ان شاء الله في الفيتور لانه تحتاج كما يقولوا تحتاج كاريمون شابيتر يعني على لا سونتي في الكيباك يعني سيت ان سوجي يعني آه فاست وكبير دونك يحتاج دراسه شويه كوم سا باش لكم المعلومه بكل شفافيه وتكون يعني معلومه يعني خاليه كما يقولوا من الشوائب يعني نوتر ستادير حنايا ما نعطيوش راينا الشخصي On ne donne pas de d'avis personnel, on donne ce qu'il y a. Maintenant, c'est à vous de juger. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Vous acceptez, vous acceptez pas. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est à vous de, 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 de le voir. C'est-à-dire, qu'on ne l'influence. On ne fait pas du lobbying. احنا كيما نقولوا نبارطاجوا التجربه تاعنا كل واحد عايز كيفاش عاش التجربه هذه كان اللي عجبته كان اللي حلو بيطال عجبوا السيستم كان اللي ما عجبوش كان اللي استنى والاخر مو هذه نحكوا عليها هذه نحكيو عليها, ولو... عليها ان شاء الله ان شاء الله نحكيوا عليها عندي. اوكي دونك نبقاو احنا في السوجي تاعنا في في ليميغراسيون ومن ذاك رانا نجاوبوا يعني يعني كومونتير <تصمت> يعني قلنا المرحله الجايه با بون خلاص راهم قبلوا الملف وبعثنا الملف تاعنا وداروا لا فيريفيكاسيون سي بون سي بون كيما قلنا لي ديلي ينقصوا ان شاء الله ينقصوا بزاف كيما نقولوا ماشي كيما بكري بالك اون ولا يزيد يبعث لك قال اسكو اسمها عيطوا لها لا ميزاجو لا ميزاجو باش تعاود تبعث الوثائق الجديده باغ اكزومبل كاين حاجه تكسبيرات كاين زعما يزيدوا ياكدوا معاك اسكو راك باغي تجي ليميغاسيون مي دوكا راح تولي كلش الكترونيكمون بون تبعث الملف بار بوست باسكو كان بزاف يسقسوا لي اسكو نسكانو الملفات ونبعثوهم بار بوست بالك هذا بروجي فيتير فيتير بروجي تولي تسكاني ما كانت تبعث بار بوست بقات تسنى لا كيزيد ريسيبسيون تسكاني كاع الملفات مي هذيك شغل مع الترافيك وكذا ما مشكلش راح يديرها باسكو كان بزاف الناس تزور الوثائق كي تكمل خلاص الاخر كما نقولوا تبعث الملف خلاص وراهم اوكي اوكي توت فاسون لونتروفي هذا هو لو تاع الاخر يخيروا كما نقولوا الزبده تاع الزبده دركا باش يخير بكري على كانوا يديروا لونتروفي لونتروفي سما مرحله سما يزيدوا يقيموا بها الناس هما كيف يقيموا الكونديدا يقيموا باش بعث سا ديبون بيان سور على اللي راح يقيمك ما تغشش فرحان سا ديبون سما هما كيف يقيموك ما يقيم... تعشاش البارح صح <applause> هما لا لا هما ما, ما, ما يظلموش اون جينيرال ما يبقى تقييم تقييم يعني تقييم تاع انسان لانسان م. يعني ماهوش بارفي نو باسكو هو قرا هو قرا على هذاك الشيء ما حش يقيمك على اساس العرق ولا على اساس لا 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 على بني فهمك آه. يعني إحنا ما, ما نروحناش رحنا لهادي مي يبقى توجور اه <applause> سي سير سي سير يبقى سي. انسان مع انسان كما قلت يعني ف... كما يقولوا عنده فها... عنده نسبه الخطا نسبه, الخطأ. نسبة سي سي. الخطا سي سي باسكو كاين اللي داروا لونترفي قال لك زيرني وكذا وما حبنيش وبسي باش قنعته وكاين اللي ما في لونترفي قال لك كان راسيس وكذا مي نو كاين كما نقولوا كاين صوالح يقيموا بهم الانسان سي بور سا يعيط لك باش تجي لونترفي لونتري في سيكو لونتري في سيليكسيون يعيط لك باش ي... اولا يفيريفي لا اسكو عندك ان عن بون باسبور عندك الدبلوم هذا ماشي مزور هذه لاتيستاسيون ترافاي ماشي مزوره كي مع الاخر من بعد يدير لك تيست تيست دو لونغ باسكو انت بكري حنا كي دوزنا لونتري في في الفورميلا باغ اكزومبل كاتب النيفو تاعك تاع الفرونسي باغ اكزومبل كاتب 16 16 20 16 على 20 تسمى يهضر معاك يقيمك على 16 يقيمك على توب ايوا ولا لقاك فاب ينقص لك بازون نقول نقولهم ديروا المينيموم هذه دي بكري مي دركا باش يقيموا الفرونسي تاعك راح دير تيست تاع الفرونسي يعني تعقب تعقب ليكزام عندك ليكزام يعني تكوريجا في باري باري تسمى كي لك تارفش. عندك ركب بيان معناتها هو مازالش يقيمك راه يديروا كونفونس في دونك يا تعرف يا ما تعرفش يا تعرف يا ما تعرفش هذه اه. هي ما كاش الهف ما كاش كيف هذوك يزيدوا لك دي بوان كذا سي بورسون الناس كاين بزاف ناس راهم يبعثوا لهم سي اس كي بار بوست يبعثوا لهم سيرتيفيكات سيليكسيون بار بوست مي دركا راح تولي بعثوها لك في لاسيسيون تسمى في لاسيسيون يجيك ايميل رانا بعثنا لك سي اس كي تفتح تلقى السي اس تاعك اون بي دي اف ثم دير مرحله ثانيه تمبريمي هذاك السي اس كي من بعد خلاص تخرج من المينيستر دي ميغراسيون تاع كيبيك تدخل المينيستر ميستر دي ميغراسيون تاع كندا تولي م. في الفيديرال هذه اللي نحكوا عليها المره الجايه كيف نعمروا دوسي فيديرال بس كو دوسي فيديرال هذا ملف واحد اخر تيليشارجي لا تروس تاع لي وتعمل لي فورمولير تجوانتي ان دوسي تجوانتي سي جينيرالمون الحاجه المهمه اللي هي سي اس كي سي اس سي كوا سي الكيباك تعطي لك اوكي اي قابلتك باش تعيش فيها في المقاطعه تاع الكيباك مي سي كوا يعني سي كوا ليتيليتي تاع واحد عطاوه سي اس كي يروح يزيد يدير ايميغراسيون فيديرال يعني سي با ايميغراسيون فيديرال باسكو علاه المقاطعه تاع كيباك راهي مقاطعه ماهيش دوله <كتش> <سيبا>؟ اه اوكي راهي دوله باغ اكزومبل تكون باغ <okay>. اكزومبل ساكن باغ اكزومبل انا ساكن ولايتي بازا نانفيتي واحد من لا فرونس دونك ماشي لا الولايه تاع تي ولا الدايره لحتى تعطي له الاوكي سكي في الدوله اه اه هي ايه تستقبلك برك مي تستقبلك تما هي قابله باش تعيش فيها تما ايه. ايه ايه. دونك الفيزا سي ان فيزا كندي سي با فيزا كيبيك جوستومون باسكو على الناس يديروا دوسي فيدرال كاين بزاف اللي كي تسمع دوسي فيدرال يفهم ايميغراسيون كا فيدرال نو هذيك حكايه اخرى في نو هذيك اكسبريس وهذيك هذيك اونتري اكسبريس هذيك عندها علاقه وحده ولا ايميغراسيون فيدرال اسكو هذيك عندها تقدر تديرنا يعني جوستومون كيما مع الكيباك درنا على ليميغراسيون اكسبريس تاع الكندا آه يعني على الاقل جينيراليتي بالك كاين جماعه ما يحبوش يدخلوا على الكيباك حابين يروحوا يعني الكوتي اونغلوفون ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني. ما حبيتش انا نديرها باسكو لقيت فيها باللي تا الحظوظ تاع الدول المغاربيه ناقصه فاب الفاب بزاف اجل على جال النيفو تاع لونغلي لازم يكون عندك 11000 دولار في الكونت تاعك فيها بزاف الشروط يعني تاع جيزي هي المده قصيره سي موا مي فيها شروط بزاف تاع الجزيه سي بور سا ما حبيتش ندير ميم لي زافوكا ما مش يدوا لي دوسي تاع الدوسي في درا اونتري اكسبريس راه بزاف حوسه على الكيبيك باسكو فيها الحضور تما كيش الدوسي تاعك خلاص عندك حضور كما نقولوا 50% باش فوق ال 50% باش باش يقبلوك ايوا سي بور سا ما حبيتش نهضر عليها وندير عليها لي فيديو كاين كيستيون اخرى جينا من عند توجور اسمات محمد ناير يقول يل برين كومبيان بيرسون شاكاني يعني شحال واحد يقدروا يقبلوه شاكاني اسكو تبدلت ما بين قبل ما بين درك العام آه اللي فات داروا دو كوتا 5000 5000 هذيك اكسبسيون على جال هذيك المشكل تاع لو مي, مي, مي جينيرالمون اش جاب لي ربي اشاك فوا من ابارتير 2017 يدو دي من فوق 10000 اكثر من 10000 ملف ثم كاين الحضور بكري كانوا 6300 6400 كل عام يب... مي ان شاء الله السنه يبداو ب 2000 ديريكت يبداو ب 2000 ان شاء الله يكونوا الحضور شويه وافره نعاودو نرجعو للدوسي فيدرال قلت لك كاين بزاف اللي يحس كي تقول له دوسي فيدرال تجي في راسو ايميغراسيون فيدرال ايميغراسيون لو كندا سوف لو كيباك مي نو دوسي فيدرال سي هي طلب واش واش تطلب في الدوسي فيدرال تطلب الفيزا وتطلب لا ريزيدونس تما دوموندي لا ريزيدونس باش تت... يعطيك شهادة الإقامة باش تعيش في كندا ك... ككل وتضمن دا... وتضمن ديال الفيزا باش الفيزا كما نقولوا هي الوثيقه اللي تدخل بها البلاد لل... لكندا هذا هو الدوسي فيديرال تبعث الدوسي فيديرال ثاني تبعثون الدوسي فيديرال سيدني هذه سيدني كاين بزاف اللي يقول لك الاسترالي ماشي ماشي سيدني تاع الاسترالي سيدني تاع نوفالي كوس كاين واحد القريه ثم وسمها... ولا مدينه وسمها سيدني ثم يتركان بيرو دو تريتمون تاع الدوسي فيديرال ومام لو اللي هنا يديروا الناسيوناليتي ثاني ثم في سيدني ماذا البيرو اللي يتريت سيدني مشيت و... على استراليا لا لا تاع لا لا, تاع <applause> الكندا انا انا واحد من الناس يعني تشوكيت نهار لي يعني اللي جي يعني لا ليتر هذيك لقيت سيدني قلت او كيفاش كي من الكندا واحد قال لي كيف معناتها ها... اللي... اللي... الاسترالي ولا <applause> كيفاش ضحكوا شويه قال لي واو كيف نروحوا الاسترالي من بعد الاسترالي يدونا قلت لهم لا لا بون سيدني بون احنا نعرفوا سيدني عاصمه استراليا ولا مدينه في استراليا <applause> معروفه <applause> 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 <applause>

لا لا كاين واحد المقاطعه ثم يقول لك روح تسكن عندنا نعطوك ايه؟ الاراضي وندبروا لك خدمه غير باش يعمروها كما يقول اي باش يبيبليوها يعني باش فارغه دونك <applause> <applause> جماعه اللي يحبوا بالك الفلاحه يعطوا لك 80 <applause> 30, الف متر متر كاري إيه؟ و... ولا ما يحبوش زعما تكسر الراس ما يحبوش الغاشي ولا باسكو يعني. يفو دير اوسي كو, كو... لاغلوميراسيون ولا لي الام... 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 ميغا بول فيها وعليها ستادير مونريال مليحه كيباك مليحه سي دي غروند فيل مي كيما كيما يقولوا جماعه في واحد يقبل يقبل لا دولار يقبل مشكل تاع الغاشي تعرف الزحام دونك كاين كاين الحوايج هذوما صدر ماشي قضيه زعما بلاد متطوره وبلاد ماشي متطوره ولا سي فري جماعه عندهم حساسيه على توسكي غاشي ستادير كلك سو آه. مام يكون منظم مام يكون, آه. آه. يكون غاشي منظم يقول لك انا ما نحبش لافي انا وكاين اللي يحب لافي ما يحبش الكالم كل واحد وكيف سي سا دونك آه. فوالا كاين بزاف يعني آه بلايص ابي آه تي بي تاميس كامينغ آه نوفال ايكوس آه. نوفو برونزويك فارغ فارغ هذوك آه. آه. كل زعما فارغين يعني وكاين الاراضي وكما يقولوا هذه باش ندير لكم شويه يعني نحمسوكم هكذا باش تحمسوا تفرحوا شويه ماشي غير لي موفاز نوفال كاين كما يقولوا حنا لا ناتور كيبيكواز وكنديين جنين علمهم معروفه يعني <applause> صح انا بكري يقول لك او حبت قلبها كندا ولا سي صح سي 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 لو فير كنديان هذاك الحشيش الخضار حشيش يامي اه الحشيش الخضر تاعهم يامي الخضوريه الخضوريه هذيك صح فريمون لا فيردور باسكو هنا بزاف كاين الماء كاين على بلي باللي 20% من لي سورس اون نو في لو موند اونتي سو كندا يعني البحيرات بحيرات لي غرون لاك هنا سي امبريسيونون يعني ولو اللي تلمو لامبيد اشرب من العين كريم اشرب من العين تعرب خير ما خير ما تاع سعيد qui est venu nous C'est ça. alors je prends un autre pour clôturer l'émission. On a un dossier fédéral pour demander la résidence et le visa. On bat sinon la crise de réception. Qu'est-ce que la crise de réception, on a le code, on a le code d'inscrire le site, on fait le site dès le suivi des actes.

تجوز لافي واش هذيك تقول لك تقول لك روح تجوز فيزيت ميديكال باسكو باش تدخل كندا لازم تكون معافى ماشي بون اللي كان بزاف يقولوا لي جو سوي ديابات عندي مرضى السكر اسكو يقبلوني عندي وليدي ما يشوفش مليح عندي وليدي بازم رجلو شويه معوجه ولا انا يدي شويه معوجه ولا عندي حبه هنا في وجهي اسكو هادو صوالح شغل نورمال مي هما ما يقبلوش الامراض الخطيره والمعديه باغ بعيد بعد الشرسيده كونسير هذول امراض مستعصيه والمعديه هذول ما يقبلوهمش سي بور سا باش يعرفوا دلوقتي. راح تكون عائق على الدوله يعني باش يتاكدوا من هذا الشيء يبعثوك باش دير فيزيت ميديكال وفيزيت ميديكال ديرها في الدوله تاعك يعطوك لا ليست تاع لي ميديسان اغري با المينستر دي ميجراسيون. تروح تجوز لا فيزيت ميديكال يشوفوك بيان هما يبعثوا لي ريزيلتا تاع فيزيت ميديكال يبعثوها لباري دركا سيدني ما كاش كنا في الكيباك بعدين بصيباتو على باري بالنسبه لي دوسي في اوروب كما نقولوا هنا فرنسا ولي بي مغربا ولا بور تو الموند يعني يعني باغ اكزومبل واحد من لا لا كل واحد وعنده البي تايلاند باغ كما نقولوا البيرو تاع باري حكم الم... بي المغرب حكم فرنسا كالكو بي كالكو بي اوكي okay. وكاين بيرو واحد اخر باغ في بانكوك كاين بيرو كل واحد واش حكم فوالا آه دونك حنا نهضروا على اللي راهم في المنطقه هذيك دونك حنايا لي مغربا دوسي الاول نبعثوا لكيباك الدوسي دوزيام يروح نوفال ايكوس تاع نو الدوسي mm -hmm. كي خلاص من الدوسي فيديرال خلاص درت لا فيزيت ميديكال لا فيزيت ميديكال تروح لباري البيرو تاع باري اللي قال المستر دي واسمو لومباساد ال... دو كندا في, في باري تبعث ما ما تبقى تتعامل مع باري باسكو باري قريبه عليك يبعثوا فيزا شغل كونتاكتوك بار ايميل بار كوريي كملنا تما الفيزا تبقى المرحله تاع الفيزا الفيزا تجيك من باري يجيك دوسي كذا من يقول لك خلاص روح علق الفيزا تاعك في لومباساد دي كندا في الجيري ولا لاخر تروح تدي الباسبور تاعك تدفع يردولك لك الباسبور فيه الفيزا ثم يجي بروجي واحد اخر هو البريباراسيون تاع الباجاج باسكو الباجاج سي ان بروجي تشري هذه تجيب هذه لي فاليز كذا من بعد تخير النهار اللي تجي فيه وخلاص تسمى هنايا خلاص رانا كملنا راك في الكندا خلاص راك جيت لكندا وتعيش حياتك في كندا فوالا شكرا فاروق <applause> يظهر لي يعني اعطيناكم يعني اليوم با مال دانفورماسيون هكذا باش ما نقروش عليكم بزاف كوم باش تقدروا تحكموا يعني تو سكي يوتيل وتو سكي يعني مفيد يعني وباش ما تبرديوش هكذا يترد يعني كما يقولوا حنايا ترد ديتاي تو لو ديتاي نقول لكم نعاود باللي هاد ليميسيون تقدروا تفرجوا بودكاست يعني تقدروا تتابعونا تعاودوا ترجعوا ليميسيون من دار جديد على الفيسبوك لانه ليميسيون تبقى ديما في لاباج فيسبوك

c'est que la pertinence de parler en arabe dans cette émission culturelle elle a un caractère culturel en fait il y a deux, il y a deux volets il y a deux, y a deux angles c'est pas parce qu'on ne peut pas parler en français c'est on peut et on va essayer de le faire tant bien que mal avec l'autre niveau qu'on a déjà, euh, qu'on a accumulé au, au, auparavant, essayer de parler en français, de diluer un peu les choses euh, dans, dans, dans la langue euh, ici euh, couramment utilisée au Québec. Mais la pertinence d'utiliser un jargon arabe, en fait, c'est de, de faire rayonner le Québec à travers le monde, et notamment dans des régions où le, le français n'est pas utilisé, et notamment aussi l'anglais. Donc, c'est ni le français ni l'anglais. Donc, on utilise un jargon arabe. Donc, pour euh, pas mal de Marocains, Tunisiens, Algériens, Libyens, euh, Mauritaniens, euh, même Égyptiens. Donc, on sait, on sait que beaucoup de monde nous regarde. Donc, si on parle uniquement en français, peut-être qu'il y aura des gens qui ne vont pas euh, nous comprendre. Aussi, si on parle en arabe, bah, il y aura des, des francophones, ceux qui parlent français, qui ne vont pas nous comprendre. Donc, on est. On est mitigé. On va, faire, on va faire en tout cas de notre mieux. Et euh, on favorise justement la, 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 le jargon arabe actuellement parce que Farouk, il est en train de diluer certaines questions relatives à l'immigration au Québec et notamment pour l'immigration qui vient du Maghreb qui ne sont pas forcément francophones. Donc on aimerait bien diluer certaines questions. Toutes les questions en fait sont posées au site officiel de l'immigration de Québec. Donc, il y a toute l'information utile. Mais il y a des tonnes. Donc, il faut lire. Ceux qui ne veulent, veulent pas lire ou n'ont pas vraiment le temps de lire, il y a justement Farouk qui est en train de diluer ça. Donc, euh, nous, euh, bon, notre programmation, en tout cas, elle est riche. Et nous, serons, et nous aurons, bien sûr, d'autres émissions en langue française. Il faut signaler aussi, il ne faut pas oublier que l'émission index, maintenant, ça fait une année et plus qu'elle diffuse uniquement en français donc c'est une émission à, euh, disons euh, qui, qui traite un peu le vécu ici au Québec sur tous les angles politiques, économiques, financiers donc euh, et aussi de l'international donc c'est une analyse vraiment c'est une analyse euh, de l'actualité euh, québécoise, canadienne et internationale, et elle est présentée en langue française. Donc, ça, il faut le signaler. Donc, vraiment, pour dire que Radio Québec Plus, elle est multi, vraiment multiculturelle et, euh, et multilinguistique, -lingu si je peux dire ça. Donc, il y a plusieurs langues à, à diffuser, notamment le français. Bah, si on trouve d'autres bénévoles qui vont parler anglais, espagnol, pourquoi pas Oui. Ben tout, tout le monde est invité, tout, tout le monde est, est bienvenu chez nous. En tout cas, on a besoin de beaucoup plus d'avantages de bénévoles. Donc, comme, comme j'ai dit, d'autres émissions suivront dans un futur très très proche. Et l'utilisation de la langue arabe, je répète encore une fois, elle permet de faire rayonner le Québec et la culture québécoise et la vie à la, la, vie à la québécoise notamment à l'étranger, donc à ceux qui ne comprennent pas le français. Et ça, c'est vraiment utile, utile pour nous et pour le Québec ici, parce qu'on aimerait bien transmettre le message. En fait, le but essentiel, l'essence même de cette émission, c'est de transmettre un message, c'est de communiquer. On fait de la communication, on fait que transmettre le message. Donc, Inch'Allah, euh, le monsieur, celui qui nous a posé cette question. Celui que vous voulez euh, vraiment savoir pourquoi on diffuse en arabe et pas en français, notamment, je signale ici, uniquement la l'émission Mac Plus et pas l'émission Index, parce que l'émission Index, elle est 100% francophone. Nous, on est en train de sauter un peu, un peu, donc euh, Mitch, Mitch, un peu arabe, un peu français, un peu jargon, un peu italien, un peu de tout, 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 tout. Et lorsque vous revisionnez encore une fois, si vous avez le temps. Les émissions de Mac, Plus, il y a pas mal d'invités qui ne sont pas arabophones, donc qui sont francophones à l'origine, ou qui sont qui sont, disons, anglophones, mais qui sont obligés de parler en français ou qui maîtrisent bien la langue française. Donc quand on a invité des, des invités non arabophones, ben, on était justement en train de diffuser en français. Donc pour dire qu'on n'est pas contre la langue française. Mais maintenant le but essentiel c'est de transmettre en arabe. Donc je crois que tout est dit euh, pour euh, cette émission. Donc, euh, et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez ben, pas, justement, communiquez-nous parce que le site de Radio Québec Plus est éveillé 24 sur 24. Donc, certes, l'émission Mac Plus et l'émission Index sont diffusées chaque samedi soir à partir de 7h30, mais reste utile que la page Facebook elle est éviée 24 sur 24 donc il n'y a pas de chômage sur la page Facebook écrivez-nous, il y a toujours des euh, admins, il y a toujours des, euh, des modérateurs de la page qui seront de vous répondre incessamment. D'ici là, tout est dit merci beaucoup euh, Farouk, merci beaucoup donc je te remercie. Inch'Allah la semaine prochaine, il y a une année nouvelle. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler du dossier fédéral comment on fait pour construire le formulaire du dossier fédéral. Le dossier fédéral, c'est après le CSQ. C après le CSQ. <applause> سي با لي مي سي با اونتري اكسبريس لا لا سي صا باش فوالا دونك هذا ما يخص لافونغو تاع السمانه الجايه انا ان شاء الله ما بقاليش حاجه كبيره بزاف نشكر ليكيب تكنيك دريار آه لامين امين رابح آه احمد اي آه بيان سور لي ما جاوش باسكو كاين اللي ما جاوش نوطامون جمال دونك هو اللي آه غرض عائلي دونك نقولوا له مبروك مبروك اونكور اون فوا آه نقول لكم حاجه آه اخرى nous reviendrons à la fin de l'émission dès qu'on a réussi à le dire au début et la fin j'aime partager j'aime partager l'émission si vous l'avez aimée revisionnez-la et partagez-la et c'est ça donc la semaine prochaine nous vous disons au revoir ciao aujourd'hui la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique aujourd'hui faire du business c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. luz. É uma...